بالنسبه لي المراه ورده، المراه ما لازمش تشتغل اشغال شاقه، فاذا اشتغلت المراه اشغال شاقه ذهبت انوثتها راحت، تما مكاش منها المراه تقاوم كيما الراجل، باش مستحيل المراه ما لازمش تسمش، ما لازمش تقعد تسمش. انا نشوف هذا الوقت المراه سكامي ونورمال، سكامي وتخدم في الفلاحه، ولكن ربما الظروف هي اللي حكمت عليها. ايوب طبعا طبعا، لا لا لا، احنا ما انا من وجهه نظري انا اتحدث عن ما ينبغي ان يكون، ولكن الواقع شيء اخر. يعني ربما الانسان تحكمت عليه الظروف. المراه بعض الشاعر قال في البيت الشعري، قال لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما اسم التأنيث للشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. يعني كاين المرأة بألف رجل، كاين المرأة اللي تقوم بشيء اللي ربما، يعني اللي ربما مجموعة من الرجال لا يمكنهم القيام به. وهذا الشيء، هذا الشيء اللي راح يعطيها. انا دائما نقول بلي المراه هي مصنع الاسره، خلوها تتفرغ للاسره، خلوها تتفرغ باش تجيب لنا لك النشء الطيب. بصح ايوب، يا ريت يا ريت يعني ظروف الحياه تكون من هذا المنظور كما منظورك انت.